السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. بشرى سارة لشعب مصر العظيم، وزيرة الصحة بتبشركم وهتقلل عندكم وهتحسن خصائصكم. أقول تاني، وزيرة الصحة بتبشركم هتقلل عددكم وهتحسن خصائصكم. هتقولي إيه خصائصكم دي؟ هشرحها لك بعدين في الحلقة. طبعا خطة تقليل العدد السيسي ماشي عليها من أول ما عمل الانقلاب وبيقلل عددنا بالألاف عن طريق الاعتقال والقتل والتصفية والسجن. مش بس كده، لا، وكمان بإفقار الناس وإجبارهم على الهجرة والهرب في بلد بقى أقصى طموح فيها للشباب إنه يهج ويسيبها. ده بالنسبة لتقليل الكثافة السكانية. أما بقى بالنسبة لتغيير الخصائص، وده الموضوع المهم اللي أنا قلت لحضرتك إن أنا هشرحه لك، فالسيسي قدر في خلال 50 سنة أو 5 سنين، هو لسه قعد 50 سنة، في خلال 5 سنين انه يحول شعب لسه طالع من ثوره لشعب مش ماشي جنب الحيط، لا ماشي جوه الحيط، وقدر يبيع ارض البلد والناس ساكته، ويعلي الاسعار والناس ساكته، ومش ساكتين وبس، وبيسقفوا ويطبلوا ويهللوا ويقتل الشعب والناس، والناس تغني تسلم الايادي. السرقه انتشرت وتجاره الاعضاء والغش والمخدرات والتثبيت والبلطجه كلكم، وإن الخيانة والعمالة تبقى وطنية، والوطنية والدفاع عن البلد يبقى إرهاب. يعني تصريح وزيرة الصحة بيرفع واقع الإنجاز اللي السيسي بيعمله من زمان، فمحدش بقى يستغرب تصريحات الوزيرة. ولأن الوزراء بيتم اختيارهم من مزبلة عملاء أمن الدولة والأجهزة الأمنية التانية، فالطبيعي يكون ده أدائهم. وقبل ده، إذا كان رب البيت بالدف ضارب فما بالك بوزرائه